ما عليكم بالحق ما عليكم. انا فرحان برشا اني نجمت تكون موجوده معكم اليوم. مهدي شريف 20 سنه وان شاء الله تعجبكم حكايتي. اول حاجه لازمكم تعرفوا عليا اني كتبت كتاب عمناول اسمه ريفليكسيون دان ليف انسومي على اصلاح المنظومه التربويه. ثاني حاجه لازمكم تعرفوها اني ما نحملش القرايه. اذا فما حاجه في الدنيا هذه ما نجمهاش وما نتقيش هي القرايه. وبالرغم اني عشت لبرا وقريت لبرا بحكم خدمه بابا، عشت 10 سنين لبرا، عشت في امريكا، عشت في سويسرا، عمري ما حسيت روحي مرتاح في اي ليسي ولا اي كوليج ولا اي مدرسه قريت فيها. حاسلو كي روحت لتونس 6 سنين التالي ودخلت قيادت في السيستم الفرنسي، في بالي نقرا في اتعس منظومه تربويه على وجه الارض. حاسلو وانا كاره روحي نقرا وحاسلو جاتني فرصه باش نحكي مع ولد عمي هكا في وسط الحديث نحكي، وقال لي مادوش صحه ليك تقرا في السيستم الفرنسي. قلت له راهو احنا المدارس هكا والبرامج هكا والبيداغوجيا هكا. ووقتها فهمت، حسيت انه من واجبي اني نحاول نعمل حاجه باش نصلح، باش على الاقل نحسن السيستم هذايا اللي اتعس من اتعس السيستم في نظرتي انا اللي هو السيستم الفرنسي. وبديت نخمم، قلت شنو هي الثنيه اللي باش توصلني؟ ولقيتها سهله ياسر، باش نمشي نقرا البر. قلت باش نمشي لهارفارد، باش نمشي لامريكا اقوى جامعه، ونروح لتونس بشهادتي بكتافي هكا، نقول لهم انت صلح هذه، انت صلح هذه، انت اعمل هكا. وهذاك اش بديت نعمل؟ بديت نقرا اولا، وليت نجي من الاولانيين في القرايه. مشيت توجهت للمؤسسات الجمعيات اللي عاونوك التقييد في امريكا، قالوا لي باش تعمل باش تمشي تقرا في امريكا باش يقبلوك هذوما في الجامعات الكبار، لازمك تعمل مجتمع مدني. ودخلت في جمعيات، دخلت خدمت مع الهلال الاحمر، عملت ديبيت كلوب، عملت الانشطه هذه الكل. حاسيل وصلت عملت الباك، البروفيل نتاعي بلاندي، قلت امبوسيبل ما نتقبلش، ندورو في الليسي، مهدي مش لهارفارد، مهدي مش لهارفارد، مهدي مش لهارفارد. حاسيل تعدى الباك وجاتك السهريه تاع الادميشنز. كلنا هكا في الدار ملمومين، الكل تنيت سواري اللي كيسو اصفر سيترونات وكيسو احمر جود فريز، وانا هكا جود فريز، وانا قاعد قدام البيسي نسنى في نص الليل. فك الليل دخل الادميشن ليترز باش يهبطوا، وهبطوا الليتر الاولى نتاع هارفرد، حليتها نو سومز روغري كانديداتور رجتي. مش مشكل، انا بعثت العشره امبوسيبل ما نتقبلش. حليت الليتر الثانيه ريفوزي، الثالثه ريفوزي، الرابعه تلفت لعمي قلت له بعد عليه، الخامسه ريفوزي، حاسيلو ما تقبلت في حتى جامعه ملي كنت مبرمج عليهم. وانا ما فرحان بروحي برشا، لا قدمت لا للتوجيه التونسي لا للتوجيه فرنسا اللي كنت عندي فيه الحق. دونك لقيت روحي قدام اون ديسيزيون ان شوا، يا باش نقرا في البريفي، يا باش نقص عام على القرايه باش نحاول نحسن في الدوسيي نتاعي، فماشي ما نعاود نتقدم ونعاود نتقبل العام الجاي العام اللي بعده في هارفرد. قررت اني نقص على القرايه لثلاث اسباب. السبب الاول كما قلت لكم اني حبيت نعاود نحاول باش نعاود نتقبل. السبب الثاني تحدي، حبيت نشوف روحي كان ناخو عام في تونس وحدي مسيب وين نجم نوصل، كان نعمل مشاريع، كان نحرق روحي في الخدمه، نحرق روحي في الاسوسياتيف، وين نجم نوصل وين. والسبب الثالث اني بالحق ما كنت نحس روحي تونسي كان على الاوراق، بما اني عشت كما قلت لكم 10 سنين لبرا، لا كنت عندي لا لغه لا ثقافه لا عباد لا اصحاب لا علاقات. والعام هذاك هو اللي خلاني نرجع تونسي ونحكي بكم باللغه الدارجه نتاعي. حسينو مشيت لامي وبابا قلت لهم هاو السبب الاول والثاني والثالث اللي باش خليوني نقص على القرايه. قال لي بابا هاو السبب الاول والثاني والثالث باش خلينا نطردوك من الدار، اخرج علينا.
واضطرت من الدار المره الاولى، اما الحمد لله لقيت مامتي وعزيزي عاونوني سكنوني باش نجم نبدا لي بلون. شو بديت؟ بديت قلت اول حاجه باش نعمل انتربرونوريا، باش نلانسي مشروع باش نربح به برشا فلوس وباش افيك ان اسوسي بدينا مشروع. شنو نعملوا؟ طلبة من افريقيا الجنوبيه، من جنوب افريقيا، نجيبوهم لتونس ونسهلوا لهم التقييد، نسهلوا لهم توسكي لوجيستيك، سكنه ايتترا. في شهرين جينا كليون واحد. بون، ما اختفش المشروع هذا، قلت نحاولوا نعملوا مشروع اخر. عملت مشروع انا وخويا من وقتها، مسابقه وطنيه، صنعنا قطعه كي تكتب، كي يكتب بروف على التابلو تجيك على التليفون الكتيبه اللي كتبوا البروف. وصلنا للدومي فينال نتاع المسابقه وما تعديناش. بون، قلت المشاريع الانتربرونوريا مش نتاعي، خلينا نرجع لحاجه نعرف. رجعت للمجتمع المدني، ووقتها كنت عندي فكره نتاع برنامج راديو، برنامج باش يوعي الشباب على اهميه العمل الجمعياتي واهميه الانخراط في الجمعيات هذوما الكل. جمعنا كيب 10 من الناس وحطينا نخدموا وحرقنا رواحنا في الحكايه هذه نتاع البرنامج. ما نكذبش عليكم، درنا راديوات تونس الكل الكل، اما ما قبلتنا كان واحده. بعد ما قبلتنا بجمعه سكرت. دونك سكرت الراديو هذيك. انا وقتها مبرمج الحصه الاولى نتاع ليميسيون، حبيت نجيب شخصيه بارزه مانيش باش نذكر اسمها من المجتمع المدني التونسي. طلبته، عملت له تليفون، قلت له خويا سامحني، كله مني، الله غالب، البرنامج مش باش ينجح، ونسامحني على قلقك وتعبك. قال لي ميسالش، لازم نتنغنيخ ويجي نعملوا قهوه نحكي. مشينا قعدنا في القهوه، ونتذكر تقريبا ما تكلمش، خليني انا نفرغ قلبي ونشكي له ونحكي له. سلمنا على بعضنا، روحت للدار، نغدو الصباح فقت حليت الفيسبوك، نلقى تقريبا 30 ولا 40 نوتيفيكاسيون. شنو هذا؟ حليت نلقى السيد اللي حكيت معاه البارح عمل ستاتيو كتب قابلت جي رونكونتري لو جون امبيسيو مهدي شريف يندرا شنو. ومن وقتها حياتي تبدلت. اتصلوا بيا صحفيين باش يسالوني على باركور، ما باركور. اتصلوا بيا جمعيات تونسيه، نجمت نخدم مع جمعيات اللي تخدم على الثقافه وعلى التربيه وعلى الشباب. ومن غادي لقيت روحي بالحق في موقع قوه، شخت لقيت روحي في موقع تعاملت مع جمعيات تخدم على التربيه، وتذكرت اني انا حكيت مع ولد عمي وقتها وانه الهدف نتاعي كان ان نحاول نصلح التربيه. ومن الكونتاكت مع الجمعيات هذوكم، مع الخبراء هذوكم، بديت لونكيت نتاعي. سالت التلامذه، سالت الاولياء، سالت الاساتذه، سالت الخبراء اللي معايا، سالت المتفقدين، تعاملت مع عوانم الوزاره. ومن بعد لونكيت هذايا كل، سكرت على روحي في دارنا شهر، في دار عزيزي شهر. وفي اخر الشهر هذاك خرجت كتابي ريفليكسيون دان اليف انسومي ان اوت ديرنيي. خرج الكتاب وبكل صراحة عملت جو، درت لي بلاتو دو راديو اللي رفضوني كل، رجعت لهم حكيت مع برشا عبيد ما كنتش نتخيل أني نجم نقابلهم، قابلتهم وحكيت معهم وتناقشت معهم في شأن التربية التونسية. وبديت نتعامل مع الوزارة، وفي وسط الشيء هذا الكل أنا قاعد في دار عزيزي، ويدق الباب أمي وبابا قالوا لي مهدوش قايت عليك باش ترجع تقرا. وقايت باش نرجع نقرا، عندهم الحق. اش عملت؟ مشيت عديت كونكور نتاع لو كوليج دو دروا داساس في باريس باش نقرا حقوق، وتقبلت. ولكن ما اني لاهي بامور الكتاب والمجتمع المدني والشيء اللي بنيته، ما تلهيتش بالانستالاسيون نتاعي في باريس. دونك كي جاي الوقت باش نسافر وباش نلقى سكنه، ما تليتش بها الحكايه. طلبت صاحبي غادي في باريس يسكن، طلبته اخي، قال لي انت خويا مهدي وعلى راسي وعينيا ويجا واسكن ومرحبا بيه واحد. حسيت خذيت الطياره مشيت لباريس، دقيت الباب وقتها في اللي صار في ليجا، في اليمين في ليجا على ظهري ساك، دقيت حل الباب عمل هك
او مهدي خويا الله غالب ما نجمش ما نجمش نسكنك ما نجمش. وهكيكا تشردت 3 أشهر في باريس. عديت فترة بت في برشا بلايس بت عاونوني زاد أصحاب. المهم خرجت منها لقيت سكنة قبل بجمعتين من الامتحان. صندوق صفات متاعي سنين 600 كاري حسيت لقيت سكنة قلت تعب هذا كل ما يزموش يمشي حرام. اللي تعبتوا الكل اللي كسروا لي راسي امي وبابا الكل ما يلزموش يمشي حرام. حطيت الكتاب على الطاوله وبديت نقرا قلت لازم نجيبوا هالامتحان. الصفحه الاولى الصفحه الثالثه الصفحه الرابعه هزيت راسي فيش قاعد نعم. عمري ماني باش نكون محامي عمري ماني باش نكون قاضي ونكره القضاء والحقوق وباريز ما عادش نجمها. سي با بور مو. أزيد دبشي روحت لتونس مشيت لأمي وبابا قلت لهم This is not my true calling. قالوا لي This is not your true house. أخرج علينا. ولكن كي خرجت كي رجعت حدا عزيزي ومامتي دخلت نخدم ورجعت للمجتمع المدني. وكي رجعت للمجتمع المدني عودت لقيتك الإحساس متاع تاع الفرحة تاع الهناء اللي كنت نحسه قبل عمت لاني بلانش لولا. وفهمت حاجة فهمت أنه الشيء اللي كنت أرى فيه أنا سكوندير. المجتمع المدني اللي كنت نعمل فيه باش نوصل نقيد في جامعة أمريكية كبيرة المشاريع اللي كنت نعمل فيهم تحدي زعما باش نوري اللي أنا زعما حاجة. هذيك الشيء البرانسيبال نحب نعيش به حياتي. وإذا اليوم جاتني فرصة باش نحكي مع مهدي الصغير مهدي اللي في باله بروحه وماشي للعربار للبرة واحد راني قلت له يا مهدي أحلم أطمح أغزل بعيد وحقق طموحاتك ولكن ما فيها بس ساعات طبس راسك فماشي ما ترى ثنية ما أحلام ثنية اللي أنت فيها. واخر كلمه باش نقولها لكم تذكروا قلت لكم في قبيلك شويه قلت لكم في بيلي امبوسيبل ما تقبلش في هارفارد. كي روحت لتونس السنه قيت في 9 ابريل في البسيكولوجي قلت امبوسيبل ما تقبلش في البسيكولوجي هكا حطوني في علم الاجتماع. شكرا.